السؤال اللي جاي سؤال ليه علاقة بالأعلام، وأنا هقول لكم الدول وانتوا ركزوا معي. سرعة البديهة. والسؤال هو: ما هو أكثر الألوان وجوداً في أعلام دول شبه جزيرة البلقان؟ دول البلقان: ألبانيا، بلغاريا، صربيا، سلوفينيا، مقدونيا الشمالية، تركيا، رومانيا، والجبل الأسود، وكرواتيا. مروة، إجابتك؟ الأحمر. الأحمر إجابة صحيحة. أيوة، إجابتكم كانت إيه؟ كنت عايز تقول إيه يا سلمى؟ الأبيض. غلط. تمام. الأحمر هو 10. الأحمر 9. 9. 10 نقط مهمين جدا لفريق البامبو. فريق البامبو 35، فريق الشعلة 70.